جايز ويلكم باك، وعندي بتحب خاص لكل الليبانيز كابلز اللي هلا بيكونوا مفرحين بصيفيه ومبسوطين وهافينج ذير فان وبينج سبيشال، لانه بتعرفوا انه كلهم بيجوا ذير اون سبيشال كابل بطريقه انه ما في كابل مثل الثاني، وهن كلهم نسخات عن بعض تكنيكلي يعني. سو اليوم الفيديو رح يكون عن ليبانيز كابلز والحركات المزعجه اللي بيعملوها اللي بحبوا يتسلوا فيها على السوشيال ميديا وشوي يقرفونا كتير يعني، وغير السوشيال ميديا كمان في عنا الـ in public PDA public displays of affection، تعلموها للكلمة بليز لأنه خلص يعني. أول شيء بعتقد فينا كلنا نتفق على إنه the age of romance is dead. romance is dead، ماتت من زمان وقت ما اخترعوا الفيسبوك يعني والبوك، يعني إنه إذا أنت جيت بعدين عم بتخبري ولادك إنه تعرفي بيك كيف تعرف علي كيف تعرفنا أنا بيك. هلا إحنا على أيام أهلنا كان في إنه كان ابن جارنا وكان ابن خال مدري مين، و كنا بحفلة وشافني وشفته وحكيني وحكيته وهيك. هلأ بدأ تصير انه بيك نكزني على فيسبوك قرطني بوك، انه that's not romantic ابدا. هلأ ما فينا يعني ما رح لومكم، انه that's the age that we live in. نحنا غير بعد في عالم تعرف على بعضهم in public بطريقة او بالتانية، بس somehow it always starts على social media بطريقة او بالتانية. او مثلا انه تندر حبيبي انا والماما عملنا swipe right على بعض. the fuck is that؟ معلي رواق. The age of romance is dead. تاني شي. تاني شي بيقول انه انتو موجودين بمحل in public. In public يعني انتو بمحل عام في غير عالم. So احترموا حالكن قدام العالم. مش انه هلا حدا منا يعني جاي in over sensitive، بس بتخلوا العالم تقف تطلع فيكن يعني. عشو كل الوقت مكبشين ببعض يعني هاي لقطة الايد هاي هيك. انتوا قاعدين على كرستين حد بعض بمطعم، انه هل لقطت ايد لهيك انه خيفان تهرب او خيفة يهرب، ما حدا يكون رايح محل، فتوا بريليشنشيب متفقين معلك، فلتوا قدام بعض، ها فلتوا بعضوا شوي. او مثلا لقيت الارجيلة هو عم بيقعد يقطع على الارجيلة، بلقط لايدها بتاني ايدها يجي يقطع على الارجيلة، او بده هيك الوقت نايمة على كتفه، البيبي توك مع بعض، بليز، بلاه، هيدا انه بيبي شوفي شوفي عمرك 30 شوفي يعني بعد شوي خلص يعني ختيارتي، وانت كمان يعني حس على دمك قد الجحر تجي قد الباب قاعد عم تقعد لاني ماي باني وما مدري شو ومبقى باني حبيبي شوفي رواق خلص كبروا شوي كبروا. تالت شي سوشيال ميديا، فيسبوك هو عالم الكابلز، فيسبوك هو عالم الكابلز بيخرفوا فيه على الههم يعني على اله بعض بيخرفوا. يمكن ما بيحكوا هذا الحكي face to face، انه بتستحي تجي تقول له هي انه you're my other half the one that completes me والخبريات، او هو بيستحي مثلا يقول له انه you're my baby boo، بس فجأة بيجيون الكوتس كلهم على فيسبوك وشو بيصير؟ صور يعني بيعملوا كولاجات بنزلوا هيدي الانستا فريم او شو اسمها انستا كولاج whatever هول الابليكيشنز طبعا بيلاسقوا صور بعد حد بعض بكل occasion بيصيروا صورة 2 3 4 ركبين فوق بعض فوق في كوت اكيد كتير انسبريشنال كل الوقت. anyway مش ضروري تعبروا عن حبكم لبعض قدامنا، بنعرف انه بتحبوا بعض، بنعرف انه يعني ما شايفين الضو منطيز بعض و congratulations amazing يعني، بس مش ضروري تحرقوا ديننا على فيسبوك بالصور ولا تحرقوا ديننا بالكوتس تبعكم لبعض وهابي مدري شو هابي. خلص مبروك صحبته وخطبته وتجوزته ألف مبروك، بس عيفونا انه عادي عم بفتح فيسبوك صراحة مش هشوف صور العالم، عامل لايك لكام بيج بحب اتفرج عليهم، لايك تو فولو سيرتن بيجز من سيرتن بيبل، لانه في عندي عالم سوبر مزعجة يعني، بس انه كرمال عيبوا الحياة بعضهم عندي على فيسبوك مش اكتر بيعرفوا حالهم. ف خدوا نفس روقوا شوي، express your love face to face in private بين بعض، مش ضروري عم تتفرج عليكم عم بتمشقوا بعض نص ساعة. وسؤال، ليه بعد في عالم بتحط in a relationship؟ Is that still a thing على فيسبوك؟ بعدكم بتحطوا in a relationship with أو is engaged to أو is married to؟ شيلوا relationship status من أرضه، بطلنا 2007 يعني. هلأ سألنا كل ما واحد قال هاي لوحدة in a relationship with أو بضحكون ال it's complicated، أنا شو عم توصلي مساج يعني أو شو عم توصلي المساج إن it's complicated يعني أنا مصاحب بس فيكن تشكوا علي، أو أنا مصاحبة بس لايكو يمكن اترك فأجرب، ما فيك تعرف. وعو شوي شوي بس هيك. اخر شيء بدنا نهي فيه اللي هو راحة السينما، اللي ما عارف ليه بعد في كابلز بيعملوها الخبرية،
هي تكنيكلي انه منروح على السينما لنبوس بعض. جايز عمركم 35 مش 13 وجايين انه هلا وانا تختلوا ببعض يعني، جايين نحضر فيلم برو اجان برو، جايين نحضر فيلم، جايين نقعد بالسينما نحضر موفي، ما بدي اتفرج انا اشوف قدامي كابل نازلين بعض كل الوقت. عادي خدها على بيتك، عمرك 35 اذا بدك عايش مع اهلك ذاتس بروبلم، وانت كمان يعني انه شوي حسوا عاد عنكم استاجر شاليه خيي وقاس ادفع مش هالقصة، روحوا مجقوا ببعض نص ساعه ثلاث ارباع ساعه شو فرقانه معي، اعملوا اللي بدكم اياه، بس مش ضروري قدام العالم ضلكم قاعدين تزعجونا لانه بصير طالع فيكم انه طب ما خلص ولو انه عن جد خلص انه ما سوري على الكلمه يعني بس انه اركبوا بعض. Anyway guys هذا فيديو لذيس ويك، لايك شير سبسكرايب وشوفكم نكست ويك انا بنيو فيديو من ويكلي ساركازم. باي.